وكأن لسان حالهم يقول: رب يوم بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عليه. إن غياب الدولة بل ضياعها اليوم جعل اليمنيين يعيدون التفكير والتمني، لكن الندم لا يعيد البلاد. طيب، وآمر أن يكون الإدراك بخطورة المرحلة حافزاً لأعضاء المؤتمر ولبقية القوى الوطنية وكل الشرفاء بمختلف توجهاتهم السياسية لإنقاذ اليمن واستعادة مكانته. طيب، يعني قبل أن أودعك أستاذة نسرين، يعني الآن التجارب في اليمن كما أشرتي أنت، يعني تجارب يعني للحكم أو للتسلط على الحكم من أطراف مختلفة، وأصبحت التجارب لدى القاعدة الجماهيرية أو لدى اليمنيين واضحة. الآن يتوق الجماهير لحكم المؤتمر الشعبي العام كما قلت، يعني كيف سيكون محل ثقة المؤتمر الشعبي العام بعد هذه التراخيات إن صح التعبير في تكويناته؟ أنا سبق وخاطبت بهذا الخطاب الذي أعددته، خاطبت أعضاء المؤتمر بأنه لابد من اللحمة، لابد من جمع المكونات تحت قيادة واحدة وهدف واحد. فالوقت أخي لا يسمح بالمزيد من المناكفات والصراعات والتشظي. جزيل الشكر. نعم. ولا أنسى في الختام الترحم على رئيس المؤتمر الشعبي العام والرحمة على جميع الذين ضربوا مثالا خالدا في الوفاء والتضحية معه، خصوصا الأمين العام عارف الزوكا وكل من فارقت روح الحياة وبقيت سيرته في سجل اليمن، اليمن العظيم والصابر والصامد. وفي النهاية السلام مطلب وغاية وختام، وكل عام خير، تحياتي.